السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في المطبخ لحلويات ام غالم. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم كيك او شوكولا اقتصادي. بالنسبه للمقادير عندنا هنا جوج حبات تاع بيض من الحجم الكبير، واذا كان البيض تاعكم هنا صغير تقدروا ديروا 3 حبات. قلنا هنا جوج حبات تاع بيض، عندنا نص كاس سكر كريستاليزي، عندنا نص كاس تاع زيت، نص كاس تاع حليب الزيت. الكاس اللي نعبر به هنايا 240 مليلات، ديما انا عودتكم به. قلنا نص كاس سكر، نص كاس زيت، نص كاس حليب، عندنا مغرف كبيره تاع كاكاو، عندنا فرينه. هنا الفرينه ما نقدرش نقول لكم شحال، هنا نوزن بالكاس ونشوفوا القوام تاعها كيفاش كاين، نقول لكم الا كتزيدوا. هنا كنا نخدم قدامكم نقول لكم شحال الفرينه. عندنا ان باكي ديال الفيغ شيميك، وعندنا لافاني. نبداو التحضير على بركه الله. نديروا البيض تاعنا، جوج حبات بيض، نديروا السكر، نزيدوا لافاني، نضربه. من اللي عندها الباتور تقدر دير الباتور، اللي ما عندهاش تقدر دير لافوي ولا الفورشيت ولا. انا ديما نسهل عليكم، انتم لكم الاختيار. نزيدو هنايا نص كاس تاع زيت، كيما قلت لكم نص كاس تاع الزيت. كاس تاع حليب، تقدري تعوضيه بالياغورت، اللي ما عندهاش الحليب تقدر تبغي تبدل النكهه دير ياغورت ناتور، دير ان بود ياغورت ناتور هذاك الطبيعي، ولا الذوق اللي تحبوه في بلاصه الحليب. عندنا هنا مغرف كبيره تاع كاكاو، هنا الكاكاو نحركوها بالعقل باش ما تطلعناش هذاك الغبار اللي فوق، ندخلوه مليح في الخليط تاعنا، عاد نزيدو عليه الفرينه. راكم تشوفوا هذه الكيكه اقتصاديه ولذيذه، تقدروا ديروها في قهوه حشيه ولا قهوه الصباح. انا ديما نجيب لكم الوصفات اللي تكون اقتصاديه تناسب كاع الناس. هنا بعد ما خلطت الكاكاو واش نديرو؟ هنا الفرينه كما قلت لكم غادي نعبر بهذا الكاس اللي عبرت لكم به السوائل، غادي ندير كاس تاع فرينه. هنا الفرينه اللي غربلتها قبل نحطها في الطبسي باش يدخل هذاك الهواء، غادي ندير كاس تاع فرينه ونشوفوا الا كان خلاص ما نزيدوهاش ما نزيدوهاش، ولا كان نزيدو راني نزيد نوريكم. كبوا الفرينه تاعنا، نزيدو باكي تاع لا ليفور، ونبداو نخلطو ونشوفو. خلطوها بالعقل، هي ديما نعطيكم معلومه، الكيك اللي نديرو فيه هذا المول لازم توجور الكيك يكون شويه ثقيل، ماشي كيما البسكوي ولا كيكه ديروها دائره ولا، لازم توجور الكيك يكون شويه ثقيل. كما كتشوفوا هنايا انا اللي درت كاس تاع فرينه وباكي تاع لا ليفير. ديما نعاود نكرر لكم المقادير ونكرر لكم المعلومه باش تسمعوا مليح. هنا الخليط تاعي هنا شويه سائل، نزيدو نص كاس ونشوفو. هنا كاس تاع فرينه وغادي نزيدو نص كاس، نزيدو غير بالعقل، هنا ما نكبوش كاع نص كاس ونشوفو الخليط تاعنا كيفاش راه، الا كان نزيدوه ولا خلاص. كبو النص تاع ونشوفو. الخليط تاعي مازال سائل، نزيدو شويه تاع فرينه. انا اللي نعبر لكم بالكاس باش نتوما تدوا لا نعبر لي، كان عندي هنا تاع جوج كيسان عفوا. نزيدو اي بشويه ونشوفو. راكم تشوفوا الخليط تاعي بدا يتقال، نورمالمون خلاص ما نزيدوش، خلاص
خلاص نورمالمون خلاص ما نزيدوش. هنا شحال درنا؟ درنا كاس ونص تحفرينه، كاس ونص تحفرينه. الكاس تاعي هنا يعبر 240 مليلتر، كاس يعبر 240 مليلتر. شحال درنا؟ كاس ونص تحفرينه، وزدتها شويه قد مغرف تاع ماكله. هنا المول تاعي راني دهنته بشويه تاع زبده ودرت له لافارين، سوبودريتها بلافارين. نفرغوا الخليط تاعنا هنا في المول كما راكم تشوفوا، من الأحسن نستعمل الملعقة. هنا الكاكاو أنا اللي استعملته، استعملت الكاكاو الأسود، عليها درت ملعقة. واللي ما عندهاش الكاكاو الأسود تقدر دير البني ودير زوج ملاعق، ما ديرش ملعقة، دير زوج ملاعق تاع كاكاو، باسكو الأسود شوية قاطع، شتو اللون تاعه غامق مش كيما الكاكاو الآخر. هنا كيما راكم تشوفو معايا الخليط تاعي هنا راه واجد. الفور راني سخنته، ديروها 180 درجة. ولي عندها الفور تاع الغاز تشعل غير من التحت، تكون ديجا سخنتها من قبل بخمسة دقائق ولا 10 دقائق، تشعل الفور تاعها غير من التحت وطفي من الفوق، تنقص له وتخليه يخمر في غرضه يطلع مليح. كي تشوفه طاب ونشف طفي من التحت وتشعليه من الفوق غير شويه ينشف وتخرج الكيك تاعها. الكيك تاعي هنا راه واجد. انا الفور ديجا قبل ما بريباري درته يسخن درجه 180 درجه، غادي نديره يطيب ونتلاقاو من بعد ما يطيب. معايا هنا الكيك تاعي هنا راه واجد في صحن التقديم. بعد ما طاب خليته برد مليح وزينته بلاموس، هذيك لاموس شريتها واجده من السوق، شريتها بريباريا، درت لها غير شويه حليب وطلعتها بالباتور، ومن بعد درتها زوج مغارف صغار تاع نوتيلا خلطتهم وزينت بها الكيك تاعي. درتها شويه في لوتور فيرميسير وشوكولات، درت لها شويه تاع لوز مقلي ومطحون. وهذا القشولة اللي تشوفيهم تاع البرتقال انا هنايا يعني ان شاء الله ندير لكم الفيديو تاع هاد القشور، طيبتهم وعسلتهم. وهنا في الاخر درت لي ترونش تاع التشينا. انا التزيين هنا اختياري، انا توجور نوصل لكم الوصفه كيفاش تعملوها وتكون وصفه اقتصاديه وناجحه. اما التزيين اختياري، كل وحده واش عندها في المنزل، وكل وحده والمقدور تاعها، كل وحده واش عندها في الراس. هنا التزيين خليها عندكم اختياري. ان شاء الله يا ربي تكونوا، ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الوصفه وتنجحوا فيها، وان شاء الله يا ربي نكون لبيت لكم الطلب تاعكم. دوك ما بقى لي غير نقول لكم اللي عجبها لا فيديو تاعنا اليوم ما تنساش دير جيم، تضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما وجد جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده في وصفه جديده. سلام.